توضي يا السود وهذا قصة حنون بطن أو حاجة تحل كان عن إذن كسي ديني مال مكوخر ولينا حد تاجن وحاجة تان لغو مغا عابو يوسف ودالي راء أو صوماليا كاس أو عد أسغا عين سدل سوكر سطي أبيه إيهوي دينا حدن بكورة جوغا أو ميل أي جيران أورلو هينين تدكا بعد قوبكا كميدا لدي دايا كميدا حانا يوسف أي حالة يوسف وان إذن كسو عين دونا إيه قصة جيسة حلقة يا با دد هدا نقول عصب أو عن كور حين قصد يوسف إلى أي جيران دد هري أولا سعين أو جيران أو كل يفهم سنة أنا هري أو سعين هدا حالة ديسو ماشا يوسف أي مرسو يوسف هدا وحيو كسو يا هاي مقالة دا هرقيسة وحانا قعان تقو هيا نمان قال يرا أو صومالي صومالي دو ساد أولا سعطة دد اسجعل ويمال كستو دوني دا أي كجوغان با وانا دد اسكال بايا ولو سياسيين دنا قارا لأي دكا أيو أي كرجيان لكن سمالي دو واسي عشاي هذا كو حان أولا حي هذا يوسف الحجوغا مقالة ده هرقيسة وحان أبنا حي مقالة ده هرقيسة يكون فرطة سمالي أنا إن أين سكوفي عناي لكن شعبك ما وحا أن سكوفي عناي وحاوي سياسين وحا لباتة دا ومدى قبل حوضة يوسف الحجوغا سمالي مقالة ده هرقيسة وحونا كأي ماذا يتنع يدولة ديان كا سمالي ده حالة يوسف هذا ميل ونحسن أي مرسى وحاس عطاء أهلنا قبل قابعة ويوسف العقل ورورنا يوسف وانا قال لي يرى هو يا أبو يا ولال من نمر وانا رمي عدك لأيانا سوكر سطي لكن عدة سوكر سطي وكو يرى قلين دونا حقوق وقال لي أنك فاهين دونا هذا العقبال رمين يوسف لا أروريو يوسف وحكورة جوغا دادك دالي ودكي انت بربرتي صومالي دا ودك او بربري وحدا عي دات فرد بدن او صومالي ان اي ابو هود يهو يجرى لايين او اي دونسينيين ولغي ابو ننكو انتو اسكيكور سدي حاس او هبين ايا لغب لبري سدي الهي اور كسيي كدبنا اسكر صومالي دادكو بدن او اسكرها او بدن عرد دامك زمين اي قفك مركا أبيه وحلاقي يا بعدين أودنته أما أبوه ونسجرني نبى قبده وعنق كرالي إيه أما إيه عنق ده شيء وربه هاي نبى هبين الله كل ما يهون إلهي وحكم باري كدي من هذاك أي كرقمين مركو قف في هذا ومركو وين هذا وحنا قلنا هيا قف عن لحين أبو دتك مركو يسكهر ما دنا ودتك سمع لذا إن الحسول تيا والله عاي وحنون هي وعلم بعض هي هذا الله حنا قف قلوب هي مركو قف في هالقص حنون أيو كدي نبي عقده يوسف أصو سيداس موسى أهين لكن سوحوها أسوى ير مجال هذا اللغ قبل كجدو نبى ملك السوق عطيك وسوق الصدي تبى أن أوصل لهم حتى بعد ما رأي أوصل له قطب كأنه هنا يوسف هذا لن يرى هرجي سجوك تقع عن تقويسة لعك بيء قرور حيان لعكته وحال ربع لأن إيه إن لك جاك هذا مجال هذا على السبب بعده رمضان مركو رمضان كو وحجرت يوسف مركو ورباهن فرمضان الصوماليات وكه الله أما مقال يوتيوب يال فرق بدن أما بيجت لجسي داي تد بدن أو سومالي أي صار شيء تاي أو ده هاي مركي تاريخ دا يسمى كأو شيء محمد كلا شيء أنا قاعد الله أما ويل أنا واقع معش أنا قاعد دوما مركي تد فرق بدن بحربا إن أي بالويل كودي هلال أول لم دوبان أما ويل كل ويل كودي سيل وقع عن بعد على مركي سبب لقوا قعد أو كلام مال حد تد كو ترسل له حمار أيام دور يلا بتن قف يمر هيان هو خلو عصبنا هذا هو يقصد بيره. مرجع ده كاسيل لو كلا بحياة ملاهان وحان الجرتي أرينا ذكر يوسف قل عليه أو قلص ذم وكلا أي كره هن أن جا أي كره لين أو سيدي وكره أي أو تاريخ أو رشة إيه ماشي أو رشة مركل لا سلك عطي يا وحيدتك ماشي كعذاتي أي ملايين إن أي يو دلين أصنعه راعي دوانين ده كيسي قرن لا ماري كجلا كدبنا وحو عذاتي إن ينسي يوسف دلين وين إس فهم وين كدبنا هو إس كيسو تري هذا أرنتي وكالة برضه ما يسين ودعن يوسف حال ربع إن بعد رمضان لقي أدي السبب لأن إيه قال القاضي هيا أصلي يدد كا صور الشيخ طبعا هل مرة بس لو قاضي وحلقيني ما قال أدي السبب لأن إيه قال أيا أنا هل كان القاضي قف كم مرة هيا شاء ويسكت ديك نقدان أيوة اللي بدو بهيا هديك ولا دك أيين وين نمر بوسمر هيا سنة بوسمر هيا ولو يوسف أو شيء إلا أنتو كل من هيا إن أكرر جوا هيا ضد كي دلعي مركا هذا خير الله سيو لأن يرد عن تكو هيسا
dadka Soomaaliyeed waxay ka codsadeen in Yuusuf ay soo garab istaagaan oo soo taageeraan oo dhaqaale ay ku soo taageeraan. Waxaan marayn waxaad ka soo daawan kartaa muuqaaladeena kale yaan lambaradiisa Yuusuf shaashadda soo saarnay, waxaana soo gudbisay oo wareysiga qaaday oo si laifa lambaraduna ay ku qoreen shaashadooda home kaiban oo magaalada Hargeysa ah, halkaas ayaad kala xiriiri kartaa, ayaga ayaa naga qabanaya. Marka Yuusuf xaaladiisu aad bay wacan tahay, meel fiicanna way marisaa, dhalinyarada Soomaaliyeed yaana gacanta ku haya, waxayna rabaan in dhiyaanaga lacagta ku bixi lahayd iyo asaga mid uu ku noolaan lahaa ama reer kale ku samaysan lahaa ama asagu shaqsi ahaanti ku noolaan lahaa in uu helo. Waayo Yuusuf aabbana ma leh, hooyana ma leh, walaalna ma leh. Walaal yaa u ah aniga iyo adiga iyo walaal u ah daawanaya, anigana hadlaya iyo adiga daawanaya yaa walaal u ah Yuusuf, walaal kale ma haysto. Marka in aan garab istaagno xaquuq buu inagu leeyahay, walow muslimku ay isku leeyihiino almuslimu akhul muslim allahay, qofka muslimka kiisa kale walaalkii uu yahay, haddana inagu Soomaali ahaan xil baa inaga saaran gaar ah in aan Yuusuf garab istaagno, maadaama Soomaalidu waxay isku faantaa qabiil wax la dhaho iyo meeqa dadaa qolo dhashay wiil iyo gabarba iyo aabihii adeerayaal iyo abtiyaal iyo Soomaali ku faantaa. Ninkan intaa midna ma u haysto, hadduuba raadinayaaba oo uu leeyahay kolba qof dhiyaan laga qaada ama qaadi noqda. Marka Yuusuf hadda meel fiican ayay xaaladiisu marisaa. Waxaan rabaa inaan dadka hadda nagu cusub aan gadaal ugu celiyo xaaladda Yuusuf. Yuusuf in laga joogo dhowr iyo soddon sano magaalada Loq, nin degan oo odayaasha Soomaaliyeed ka mid ah, Yuusuf meel ka soo qaatay, wuuna soo korsaday, wuxuuna ka dhigtay wiil, waxbuuna soo baray. Ninkaas Yuusuf wuxuu kusoo barbaaray markii dambe dhinaca dowladda deegaanka Soomaalida, gaar ahaan gobolka Liban iyo xuduudda ay afdheer ay leeyihiin dowladda deegaanka Soomaalida, halkaas kusoo barbaaray. Wuxuu ahaa nin ciyaartoy ah, koobab fara badana u soo qaaday degmadii iyo deegaankii uu ka tirsanaa. Yuusuf asagu ma uunsan ogeyn ninkan hadda warka u sheegi doona odayga soo korsaday aabihii buu u qabay, asna wiilkiisii unba uu ahaa. Wararku say nagu soo gaadheen odaygu muuse dhalay wiil, Yuusuf ayaa wiil u ahaa, gabdha fara badanna wuu dhalay. Wuxuu go'aansaday odaygaas in uu Yuusuf u waramo in uunsan dhalin. Maalin maalmaha kamida Yuusuf oo magaalada ka imaaday oo iska faraxsan, casarkiina reerka kafeygiisa iyo shaahiisa iska cabay, casariya cabay, yaa la isugu yeedhay gabdhihii iyo hooyadii gabdhaha dhashay oo Yuusuf hooyadii isagu markaa u aqooday, iyo reerkii familkii baa la isugu yeedhay Yuusuf uu ka tirsanaa. Yuusuf waxaa loo sheegay iyo gabdhihiiba wiilka Yuusufa in uunsan duqu dhalin, maamaduna aysan dhalin, laakiin wiil ay soo qaateen oo soo korsadeen uu yahay. Maadaama wiilkii hadda uu weynaaday, nin dhalinyaro oo uu noqday, wuxuu go'aan aan soo go'aansaday inaan Yuusuf u sheego inaanu dhalin. Marka Yuusuf wuxuu yidhi adeeru anu kumaanu dhalin, laakiin taariikhdu markay intaa iyo intaa ay ahayd, yaan magaalada Luuq la dhaho kaa soo qaaday anaana ku soo korsaday. Haddaba waxaan kuu sheegay halkaasaad ku dhalatay, bal dadkaadii baadi go, haddii aan kuu sheegi lahaa anugu magaxoolo ma garanayo, qabiilna ma garanayo, adigaan meel kaa soo qaatay, marka anaa ku soo korsaday. Marka saas oo la socda, Yuusuf waabaa ku baryay, qalbigiisana stress fara badan iyo xanuun fara badan yuu xilligii yuu dareemay, indhihiisana waxaa ka badatay oo qubatay oo hinta. Intaa wixii ka dambeeyey Yuusuf wuxuu isku dayay inuu dadkiisa uu helo, laakiinse kumuusan guuraysanin. Gabadh Soomaaliyeed Yuusuf yuu doontay oo uu guursaday. Gabadha maalinka waxaa loo siiyey Yuusuf inuu odayga hebel la dhaho uu dhalay. Hase ahaatee gabadha markay dhowr ilmood u dhashay, gadaal waxaa lagu ogaaday in odayganba Yuusuf uunsan dhalin. Markii dib loo raadraacayna waxaa la ogaaday Yuusuf in uunsan lahayn aabbo iyo hooyo walaal toona. Dadkii waxay iska dhaadhiciyeen inuu Yuusuf yahayba wax wicin iyo wax meel ka yimaada an la aqoon. Gabadhiina waa laga furtay oo xog baa laga kaxaystay. Arrintaasoo aad xanuun badan ayaa ku dhacday. Qisadu way dheer tahay. Caruurtii Yuusuf waxaa dhacday in caruurtii asaga farqaha loogu shubay, gabadh ay dhashay oo dhowr kooban saddex iyo afar ilmood meelahaas ka koobnaa. Ugu dambeyn Yuusuf hooyo ma leh, waa caruurta u geeyay, walaashiina ma jirto,
أدير يا أرح أرحن كله يا أبتين المجرو السجى وحنا نقدر عرورتي هو حيا عرورتي ما عرورتي هو حيا مس عرورتي أيهم قولي أولاديا قصحنا بضم يوسف قد عضي أو ضم بين قام وحكو قاري هايد مشا كجرتي إنه عيالك أو كانوا أو ده إجا قطع عرورت أنتو أي ماذا والله يا بي هايد يدك جوجي الصومالي ده حانا مرك دنبا يوسف إلمه ولا لقب صباح الله هاي بلوك هذه يوسف أو دنباين حالد وي أتكاتي وهايد وحي تري وحي دقالو إلمه كل اللي أنا أقول قولينا قصينينا بلا دو عرب تحي أو دنبا يوسف وحسن يي كبدي لغفرتي أو نين كلا قول سدي أو ميل إسكدقين إن أو دب أو لخد الله أو أبريو أو ده ولا لي عرب تمام الله وحي دقالنا أنا أقول بيلا هي عرب تن ما ديقا قبتي gabadhii saban sab iyo hadal dheer kadib waxay ogolaatay in gabadha ay ciyaalka iyo ahaysa Yusufna ku dhaqalay ee gabadhii sidii ciyaal ku qaaday alxamdulillaahi wa wax wax qalay qalbigaana xanuunay ilmaheedii sidii ayay hadda ku haysa Yusuf markaas way markuu intu iskaga tagay dhulki uu markaa ku koray uu joogay wuxuu aaday in caa iyo qooyi magaalada Hargeysa ayuu hadda ku sugan yahay ee halka ayaan la rabaa in dhaqaale loogu ururiyo oo لجرب استعبو مركا قصة يوسف حانون كبضني ضد فرق ضنبان هل كان كسو دقيستي كو كلانا ساس ايان وقد بقينين او شرحنا مركا ولكن يوسف وحقوبة هيا هي كالمو وحانا كلا حريري كرتا مقال كو انكو رأي انصاد دومني وطلفون كيسو وكو قرأي هدي اضربتو انا دو حضرتو تلفون كاسنا وحكاقة من دونا تيفيقة هون كيبل فردي سويه مقالة هرقيسة أنا وحكاك وأنا دون أسري يوسفها لكن أنا هو وحن سكدينا إن أن أباه إنه سو يوسف أما دخل كل لها أما دت كيسي كهر الله مرك دعوة ديال أنت أصيان كسو جب جبينا مقال كذا مقال نشر كريا ملفق نجارسية وحن لنا هاي ولكن يوسف أنا سدعينه إلهي إن أغير كيسي قعدت كسو جليا وإن ما سنتين